نبتدي بقى في الرجيم يا دكتور. طيب. عندنا الرجيم الأسبوعي، الفطار 4 معالق كورن فليكس مع كوباية لبن خالي الدسم زائد معلقة عسل، ده الفطار. طبعا احنا عندنا بدايل كتير للفطار اللي ممكن يعني عاوز يرجع لها على جروب الدين والحياة مع دعاء فاروق. عندنا حوالي كام رجيم داخلين في 400-500 رجيم حاجة كده. الله أكبر يعني. بعد الفطار بساعتين ثمرة فاكهة تفاح أو جوافة أو موز أو كوباية عصير برتقال. بين الفطار والغدا 3 ثمرات خيار، ثمرة جزر أو 3 قطع بروكلي وثمرة جزر. اليوم الأول الغدا مكرونة بالبروكلي والفريخ، صدر فرخة مسلوق ومتقطع شرايح، وفص توم، ونص كوباية وردات بروكلي، وربع كوباية شوربة فراخ منزوعة الدسم، ومعلقتين زبادي، ورشة نشا، و5 معالق مكرونة مسلوقة، ورشة زعتر، زائد سلطة. اللي عايز يرجع كل حاجة لأصلها يرجعها، ياكل صدر الفرخة بس البروكلي لازم يحط البروكلي. طبعا البروكلي من الحاجات المهمة جدا، هو برضو فوليك أسيد، حديد، فيه الأنيميا، فيه الحديد، فيه فيتامين ب، فيه اسمه ده الكالسيوم بنسبة عالية، فيه فيتامين ألف وفيتامين سي. حلو قوي. يعني العشاء 2 ثمرة فاكهة. ابو خلون للرجيم على الشاشة واحنا بنحكي عشان الناس تلحق تنقل. العشاء 2 ثمرة فاكهة. اليوم التاني الغداء جمبري صيني 150 جرام جمبري مقشر ومعلقة زيت، ونص بصل شرايح، وحبة فلفل رومي شرايح، ومعلقة ذرة، ومعلقة صويا صوص، ومعلقة صوص محار، زائد 5 معالق رز، زائد سلطة. برضو للناس اللي مش عارفين ايه الصويا صوص ده، يعني موجود في السوبر ماركت ومش غالي على فكرة، وبيدي طعم تحفة. اللي عايز يرجع كل حاجة لأصلها يرجعها لأصلها. العشاء علبة تونة متصفية من الزيت زائد سلطة. اليوم الثالث الغدا شيش طاووق، صدر فرخه مكعبات، ومكعبات بصل، وفلفل رومي، وللتتبيله معلقه زبادي، ونص معلقه مستردة، وفص ثوم، وربع معلقه صلصه، وعصير ليمون، معاهم 5 معالق رز زائد سوتيه. العشاء بطين مسلوقين زائد سلطه، ويستحسن في العشاء ما يتحطش عيش خالص. ده من الحاجات الناجحه جدا في الدايت، ان نشيل الكربوهيدرات بالليل. اليوم الرابع الغدا صينية كفتة بالخضار، 120 جرام لحمة مفرومة، معلقتين بصل مفروم، فص ثوم، معلقة فلفل رومي مفروم، ملح وفلفل وبصل وطماطم، وفلفل رومي متقطعين شرايح، زائد نص رغيف بلدي، زائد سلطة. العشاء 3 شرايح تركي مدخن زائد 2 ثمرة خيار. طب اللي ما عندوش تركي مدخن يا ولا حاجه، ياخد كوبايه زبادي مع خيار، ياخد حبتين فاكهه، ياخد طبق شوربه خضار بالليل. حلوة قوي. يعني اوبشنز كتيره، في فرايتي كتيره. تمام. اليوم الخامس تشيكن ناجتس، ويا ريت تكون التشيكن ناجتس احنا اللي عاملينها في البيت. انا شفت فيديو عن طريقه تصنيع تشيكن ناجتس، كنت يعني الحقيقه مش عارفه اروح فين واجي منين. صدر فرخه مفروم، ومع ذلك بنضطر نجيبها للعيال ساعات كتير، والله حاجه صعب. والنبي اتقوا الله فينا يعني. يا جماعه اتقوا الله في الناس اللي بتاكلوهم، اعملوا الحاجه نظيفه. صدر فرخه مفروم، ومعلقه صغيره ممسوحه نشا، ورشه توم باودر، دي طريقه النجتس. رشه توم باودر، وملح وفلفل، ومعلقه كبيره دقيق، ويتعجنوا مع بعض ويتعملوا على شكل اي شكل انتوا عاوزينه. نص معلقه بقسماط، وللتغطيه بيض وبقسماط، ويتعملوا بفرشه كده زيت ويتحطوا في الفرن. تمام كده. زائد حبايه بطاطس مشويه بالفرن، البطاطسيه تتحط في فويل وتتساب في الفرن كده هتتشوي، زائد سلطه. وعلى فكره مسلوقه او مشوي مش فارقه عندي. مسلوقه يا مشوي، يعني ما تلخبطيش الامور يعني. تمام. العشاء 3 معالق جبن قريش، زائد سلطه، زائد كوبايه عصير برتقال. تمام. اليوم السادس الغدا طاجن سمك مع مكرونه وخضار، 200 جرام سمك فيليه مكعبات كبيره، 5 معالق مكرونه مسلوقه، ده كله على بعضه، المكرونه على الخضار على السمك كده في الفرن هيتحط. مكرونه مسلوقه وكوبايه خضار مكعبات كبيره، عباره عن بصل وفلفل الوان ومشروم وجزر، وكوبايه عصير طماطم، ومعلقه زعتر. هي الفكره عايزين نبعد عن التقليديه بس، عشان ما يكون سمك مشوي وسمودة وسي مثلا ومكرونه، هيزهقوا. هي النقطه كل يوم. ما هو عشان كده الناس بتستمر معاك سنه وسنه. برافو عليك يا دكتور. هي دي النقطه بقى، وتقول لك بمشي بالظبط على كل حاجه، مفيش تعب، مش وفي نتائج في نفس الاكل ومش بتزهق، وفي نتائج ملحوظه. خلاص بيكمل. العشاء 3 معالق فول مهروس زائد سلطه. اليوم السابع الغدا سلمون بالمستردة،
شريحة سلم 200 جرام وعصير نص ليمونة ومعلقة مستردة وربع معلقة عسل أبيض زائد سلطة. العشاء كوباية زبادي زائد ثمرة فاكهة، وبعد الغداء بساعتين حباية فاكهة أو 8 لوزات أو 8 حبايات بندق، وشرب لا يقل عن 3 لتر مية. واللوز مهم على فكرة برضو فوق في سن 50 عشان الكالسيوم موجود فيه. تمام وفي أوميجا 3 والمحاولات المهمة قوي لالتهاب المفاصل عشان الأوميجا 3. طب ما احنا